السلام عليكم، حياكم الله، معاكم كوشياكو. هذه حلقة جديدة من كونان إكزايل. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الأديان، وخصوصا راح نتكلم عن ديانة جبل ساك. جبل ساك لها طريقة فتح وحيدة، ما تقدرون تفتحونها إلا أن تجون في مكان معين في الماب وتفتحون الدين، تدخلون دنجن معين. ويلا خلينا نتكلم عنه. أول شيء لازم تجون في الماب، هنا تجون في المنطقة هذه، ولازم تجيبون معكم فرل فليش، لحم الحيوانات المفترسة، عشان تقدرون تدخلون له. يلا بسم الله خلنا نبدأ. طيب الحين نروح لم هذا، زي ما قلت لكم هنا في الماب، هنا في المنطقة هذه نروح له. هو أصلا ما هو معادي، فعادي لا تخافون. ما أدري، في فيديو شرحت فيه عن هذا شو اسمه ديانة جبل ساك، راح يكون في فوق الحين، سوي له منشن إذا حابين تشوفونه، كل شيء موجود عنه. الحين نكلم هذا زي ما انتم شايفين، راح يتكلم معانا الحين، يعطيكم يقول لكم، يقول بوشن اوف ذا ميد نايت، هذه اذا شريناها ياخذ 5 فيرل فلاش. نشتري هذه نقدر ندخل الدنجن عشان نقدر نفتح الجبل ساك، تمام. هذه بوشن اوف ميد نايت، اذا شربتوها راح تروحون للدنجن. احنا ما نبي نروح الحين، زي ما انتم شايفين هنا عندي في الفيتس فتحت الجبل ساك، هذا هو، تمام. يلا شويات ورجعت. اوكي وصلنا الحين، بما اني فتحته خلاص اقدر اصنع اوكي نقدر الحين نصنع، زي ما انتم شايفين نقدر نصنع المعبد الدرجة الاولى، لان فتحنا شو اسمه الجبل ساك جروف اللي هو الدنجن. لازم تقتلون الويروف، لازم تقتلون الوحش الاخير عشان تقدرون تفتحونه، تاكلون اللحم حقه، تمام. الريمبرس على ما اعتقد اسمه، ما اتذكر، بس اذا فتحتوه تمام راح يطلع لكم هنا زي ما انتم شايفين في الفيتس، معلش في الفيت يطلع لكم الديانة هذه. بعدين ما تدخلون هنا تحطون لكم كاهن، طبعا انا حطيت لي كاهن، لقيت في يجي 3 انواع من الكهنة، في الكاهن العادي، بعدين الكاهن التير 1 اللي زي الهاي بريست، بعدين يجيك التير الاخير واللي هو ارش بريست. ان شاء الله راح اتكلم عن الكهنة بعدين، بس زي ما انتم شايفين فتحناه يعطينا أداة. هذه الأداة هي الأساسية اللي نستخدمها في صناعة الأشياء، زي ما انتم شايفين يحتاج لنا شيء وهو الدم عشان نقدر شو اسمه نصنع الأشياء الباقية، فاصنعوا هذه الأداة. وثاني شيء زي ما انتم شايفين هنا ما يفتح لكم الدرجة الثانية إلا أن تدخلون على الفيتس، تدخلون على الفيتس هنا، لحظة شوي، تدخلون على الفيتس وبعدين تدخلون على الديانات، بعدين تشترون المرحلة اللي بعدها، لازم تفتحونها، لازم تسوي لها انلوك. انلوك طبعا زي ما انتم شايفين التير 2 لازم يكون عندكم 5 فيتس، واللي بعده يحتاج لنا 11 نقطة، واللي بعده يحتاج لنا 7 نقاط، زي ما انتم شايفين لازم تفتحون هذه كلها عشان تلقونها هنا عندكم. شوف انا لقيت الحين هذه اللي بعدها، وكل ما طورت كل ما طورت كل ما فتحت لي، لاني فتحت كل الاربعة. فهذه ايش محتاجين؟ محتاجين الزيل، هذه الزيل وش لازم نصنع اشياء داخل المعبد الدرجة الاولى عشان نوصل 30 عشان نقدر نفتح التير اللي بعده، المستوى اللي بعده، تمام. اول شيء لازم نصنع السكينة هذه، يلا شويات ورجعت لكم. اوكي جبنا المتطلبات، تمام. الحين وش تسوي السكين هذه؟ السكين هذه يلا خلينا نشوف وش تسوي. زي ما انتم شايفين السكين هذه الدامج حقها، دامج حقها الهيلث دامج 8 يعني ولا شيء، هي بس نحصد فيها. الحين نقتل لنا واحد من هذيلا، انا طبعا مسوي الجاد مود ما يشوفني، اذا قتلناه نحط على 4 وناخذ منه. من كل شخص تقتلونه، من كل شخص تقتلونه تاخذون واحد من الدم هذا بس. شايفين يطلع لكم سيكريد بلاد. يلا الحين زي ما انتم شايفين هنا نجي عند المعبد ونختار لنا واحدة من الاشياء، انا جبت كل الموارد معاي، نصنع لنا تقريبا هذه، هذه يحتاج لنا تقريبا 2 دم السيكريد بلاد وعلبة موية. يلا كرافت شوية ترجع لكم. اوكي تمام الحين طلعنا نزيل. اوكي على كل شيء نقدر نصنعه هنا بعد، خلينا نشوف كرافت ياخذ وقت شوي بس. اوكي زي ما انتم شايفين هذه المانيفستيشن اوف زيلز، هذه هي اللي نطور فيها المعبد. زي ما انتم شايفين هنا يحتاج لنا 30 وخشب والايرن ريفرنسز، يعني كل هذه المواد محتاجينها بعد ما فتحناها في شو اسمه، فلازم تفتحونها عشان تقونها، تمام.
يلا بسم الله راح اجيب على الاغراض هذه، وثمان بعد بنشوف الاشياء هذه. هنا بعد محتاج لنا هذه، بعد يحتاج في طعم نجيب يعني في المعبد هذا نقدر نصنع كذا طعم. هنا البرد طعم، طعم للطيور، وهذا طعم لايش؟ للامب. الامب اللي هو الغول الصغير اللي يجي في الماب، اللي يجي هنا في بدايه الماب هنا. وهذا وش حكايته؟ هذا كيناين، كيناين يعني مثل الضباع والزي كذا، هذا اللور حقه. يلا هل اصنعهم هذي كلهم وارجع لكم، ثواني وراجع. طيب صنعت كل اللور، هذه الطعم هذا. يلا الحين بنروح نشوف طريقة استخدامه. هنا في كيناين خابر، اتذكر ان كان في هنا الضباع. يلا بسم الله، يلا خلينا نجرب. اوكي شوفوا جذبهم كذا، تقدرون تقتلونهم هم لمكم يعني. بصراحة سهل ما يحتاج، بس هو يجذب طعم للحيوانات، حتى البوس يعني إذا كان في بوس تقدرون تجذبون لهالشيء. يلا خلينا نشوف الطعم الباقي. تمام الحين أنا في المنطقة اللي فيها الأم، يلا خلينا نحاول نجذبهم هذا الطعم حقهم. خلينا نشوف، شوفوا شوفوا، اتركوا 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 اللي قاعد يقتلهم والتفتوا على الطعم. وات شوفوا قاعدين يتقتلون يعني، حتى لو ما ينفع شوف اللي يذبحهم ولا لا، دفن انفسهم. ها اختفى الطعم، ما ياخذ مدة طويلة. طيب ولا شو اسمه هذه بالله من الشيطان الرجيم، شو اسمها النايت اي، يلا خلينا نجربها ثواني بس. الحين زي ما انتم شايفين يلا نجربها، هذه الرؤية الليلية تقريبا تشوفون في الليل، مدتها في لها وقت بس ما ادري كيف نعرف الوقت، ما هو باين بس لها وقت زي ما انتم شايفين. هذا احنا في الليل الحين قاعدين نشوف، وهذه الاخيره واللي هي هانترس بوشن. تمام ايش تسوي لنا؟ خلينا نستخدمها يوز، تعطينا زي ما انتم شايفين اكرسي. خلينا ندخل على ستاتس رجين، يعطينا هيلث يعطينا اكرسي زياده بالوقت. الهيلث بسرعه يخلص، الاكرسي ياخذ وقت حقه الارشر. اوكي الحين زي ما زي ما خلصنا، الحين عندي هذا هاي بريست وعندي ارش بريست بس حطته في الصندوق اللي هناك. يلا خلينا نطوره، ما ادري هل اذا طورناه يختفي البريست ولا لا. طب كل الموارد عندي وضعت عليه بدل كرافت، الحين ننتظر اني اخلص شويات ورجعت لكم. اوكي شويات وراح يتطور خلاص، نشوف اذا البريست يبقى ولا يختفي. يب الحمد لله بريست ما راح، ممتاز. اوكي يلا خلينا نشوف ايش عندهم. يلا شو طلع لنا؟ اول كان بس هذا قصد الكيناين وحق الطيور وحق الام، الحين في البروفايل بلاد يعني الدم المطهر. الحين استخدم ديمن بلاد يحول لنا الى بروفايل يعني دم مطهر. ريبتايل هذه حقة الزواحف، تمام هذه روك نوز وات، وهذه سكوربيان العقارب، وهذه سبايدر يعني كل هذه العناكب يجذب العناكب. خلينا نشوف ايش نقدر نصنع. اوكي الحين في الكاهن هذا الغطا الراس، جهزت كل الاغراض حقته. يلا كرافت راح ياخذ وقت. خلينا نشوف الاشياء الثانيه اللي نبغى نصنعها. نصنع الريبتايل ريبتايل لور، يلا بسم الله. نصنع بعد الروك نوز لور، وبعد خلينا نرمي هذا بعد لسه. ياب ونصنع لنا السكوربيون، ونصنع حق العقارب العنكبوتات. اوكي يلا ننتظر عاد يخلص، خلينا ناخذ هذا ننتظر الباقي يخلص. يلا خلينا نشوف شكلي وانا لابسة اللور حقه القناع.
شفا. ايه عجيب صراحة، صح ولا لا؟ ثواني بس، يمكن كذا أوضح. شايفي شكله؟ بس بصراحة يعني يخوف، no problem. خل نجرب هل الطعم يشتغل على التمساح العملاق ولا لا؟ يلا بسم الله. ياي! جذبة 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 جذبة، وات؟ زي ما قلت لكم راح يجذبه. ثواني بس، شو قاعد اضربه؟ هو المفروض انه يقدر يشوفني. شافني. خلص اللور، يلا شويات ورجعت لكم. هو راح يجذبه بس للوقت اللي لين يخلص اللور، بعدين الطعم بعدين يبدا يلحقكم. اوكي يلا. اوكي وصلت في المنطقة هذه، في زعيمين، في زعيم كبير بس مو دائما يرس من هناك، وفي هنا زعيم هذاك هناك صغير جمجمة واحدة. الزعيم الكبير كنت ابغاه بس بصراحة مو حاصل لي، كل ما جيت ما يرسبن، عشان ان عالمي لازم اكون موجودة في المكان اللي ابغاه يرسبن موجودة مدة طويلة، فا نو بروبلم. يلا خلينا نشوف الركنوز هذا، شايفين جمجمة واحدة في نفسه عملاق جدا 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 هناك تقريبا. يلا خلينا نجرب اللور. فعلا جذبهم، حتى هذا اللي متخبي طلع. اوكي هنا المنطقة اللي يكون فيها الزعيم، شوف الماب، تقريبا في هذه المنطقة يكون زعيم عملاق جدا جدا جدا، وفي صندوق حقه تقريبا هناك. اذا طلعتوا فوق تطلعون فوق راح يكون في الصندوق حقه، اذا قتلتوه يعطيكم مفتاح ويكون الصندوق فوق هناك. معلومة زايدة، لا تنسوا تحطوا اللايك. يلا خلينا نكمل. اوكي وصلنا هنا، خلصنا من تقريبا ال شو اسمه المعبد، القسم الثاني، المرحلة الثانية من المعبد. الحين نقدر نطوره المرحلة الثالثة. يلا استوى عندنا كل شيء جاهز، نسوي الكرافت وراح ننتظر ان يخلص كل شيء. شفناه حتى الديمن بلاد تحول الى بلاد زي ما انتم شايفين، هذا هو تاج ديمن بلاد. وعلى فكره الزعيم المشوي شفناه ابو جمجمه يطلع منه الديمن بلاد، يطلع منه الديمن بلاد. يلا شويات راجعت لكم لين يخلص. اوكي الحمد لله تطور، هذا هو زي ما انتم شايفين. بسم الله، هذا الليفل الثالث من المعبد. يلا خلينا نشوف وش المميز فيه. طبعا انا جبت اشياء اللي محتاجين اشياء كثير نستخدمها. ثواني بس، في اشياء كثيره موجوده في الليفل الثالث، اهمها هي المخالب، مخالب كلوز اوف جو، مخالب جو يحتاج جو قصدي مو جو. اوكي نحط له هذه الوردة، الوردة راح تكون موجودة في ال... لازم تقتلون الزعيم الذئب اللي في اخر الدنجن عشان تحصلون الورد. اوكي يلا خلنا كرافت، انتظر لين يخلص وشوف الاشياء الثانية. الحين في اثنين بلاد ليدر، هذه البلست ليدر الفرق من بينها وبين الثانية الدوربلتي، يعني هذه تاخذ تقريبا كم كان؟ لحظة وين كانت هذه؟ الدوربلتي حقتها زي ما انتم شايفين 79، هذه راح تكون اكثر. وين البلاست؟ يب البلاست راح تكون اكثر من الدوربلتي، يعني ما راح تخرب بسرعة. تمام، بعدين راح زي ما انتم شايفين راح تاخذ زيلز منكم، راح تاخذ زيلز عشان تقدرون تصنعونها. تحتاجون تستخدمون الخنجر الاول، تستخدمون الزيلز عشان تستخدمونها. اوكي يلا كل الاشياء هذه الموجودة اللي تعلمناها كلها قبل. هذه ساند ريبر لور، وهذه السكوربيون لور، هذه السبايدر لور. طيب في شيء ثاني، ديمانيك لور. يعني انتم شوفوا الاشياء هذه راح كلها اطعام راح تستخدمونها، واكثر شيء راح نستخدمه اللي هو هذا. تمام يلا خلنا نصنعه.
كرافت. يلا خلينا نجرب المخالب بما اننا قاعد نسوي كرافتنج. بسم الله. طلع هذه المخالب حقت الجوك. طبعا نضغط على اذا تحركنا واحنا لابسينها راح تتحرك بسرعه. كن سريعين جدا. شيل هذه زي ما انتم شايفين وانا لبستها في وقت لها جدا يعني سريع. قاعد مشينا نسوي الضربه القويه الحين الضربه الخفيفه. شوفوا والحين اللي زي ما قلت لكم المعبد صار مستوى 3 الحين يبين في الماب. لو تشوفون شفتوا كيف تبين لي في الماب. الحين شوف جرب الكلوز. شيت المفروض اني يطلع لي الصوت. وات شو اللي ناديت ندو. اسمعوا والله اكشف صراحه رهيب. واو تسمع صوت الذئب. عجبني. اوكي مرة حلو بصراحة مرة حلو. خل نشوف الدامج حقه نشيله من عندي. الدامج حقه بس 45 45 الدامج. وهو الارمر ثقب الدرع 18%. يعني بس بصراحة حلو. وإذا هجمتوا هجمتكم هذه في أن تنطون بس تنطون يعني زي ما انتم شايفين. شوفوا ينط قدام. شوفوا وين وصلت. لو بيجي أحد يطاردني تصور إنه راح أمسكه. شوفوا وين وصلت بس بالهجمات. ذكرت لازم يكون في كاهن مستوى 3. هذا كاهن مستوى 2 خلينا نشيله ونجيب الكاهن الثاني. زي ما انتم شايفين هذا كاف هاي تير هذا الثاني. وهذا الارتش بريست هو المستوى الثالث. الحين زي ما انتم شفتوا بين لنا هنا بين لنا شو اسمه الترو نيم اوف جوك. ترو نيم يعني هو الافاتار هو نفس الافاتار تمام. وهذه السيل تقريبا بروتكشن يعني تحطونه عشان تحمون البيس حقتكم تمام. يلا خلينا نشوف الترو نيم. يحتاج له 500 سيل يعني لازم تصنعون شيء تصنعون 500 مره اشياء تسوي تطلع السيل عشان تطلع لكم الزيل. اوكي يلا خلينا نصنع لنا ترو نيم. اوكي زي ما قلنا لكم يعني المشكله اذا صنعت الجاد هذه الترو نيم راح يدمر المعبد اللي انتم سويتوه والكاهن حقكم المستوى 3 راح يختفي. اوكي الحين ننتظر يخلص صناعة هنا. البروتكشن يلا خل نسوي لنا واحدة من هذه كرافت. خلنا نلغي هذا أول شيء. سوي لنا أول شيء البروتكشن كرافت لين نصنع لنا الترو نيم كرافت. يس يلا انتظرهم يخلصون شوية وراجعت لكم. راح ياخذ وقت طويل جدا جدا صناعة شو اسمه البروتكشن والسيل والترو نيم. يلا خلينا نجرب هذا الختم العلامة علامة جاك هذه موجودة بس فوق فديانة جاك. يلا خلينا نحطها ونشوف كيف يختفي الحيوان. أي حيوان تقدر تحطونه قدامه. وات ما اختفى حسيت نفسي يختفي. وات شيت اهجم اتاك اختفى اختفى. يلا خلينا نجرب مره ثانيه ثواني بس. طيب يلا بسم الله خلينا نجرب. خلينا نحط الساين هذه حطينا.
بس وحدة. أوه دفع عني دفع عني وات. لا ما يدفع عني. خلنا نقتله. شو يطلع منه؟ ثلاثة. آها يطلع منه الوردة زي ما قلت لكم، هو نفسه اللي يطلع منه الوردة هذا في آخر الدنجن حق الجبل ساك. يطلع لكم الوحش هذا. يلا خلنا نحط لنا الطفل هذا، هل ينفع طفل هذا؟ ما يطلع الأطفال الحيوانات ما تجيب. خلنا نشوف خل هذا يطردنا. اوه شيت بس اختفى بس اختفى. بس اختفى غريبة ليش؟ شيت غريبة وقفت ما تشتغل، ما ادري ايش حكايتها. بس زي ما شفنا زي ما شفنا يطلع لنا الذيب شكله يطلع بوقت معين، بس وقت محدد مو كل الوقت يطلع. وما هو ما هو ما هو ما يدافع عنه ولا شيء. اوكي يلا خلينا نشوف كم باقي له. او باقي وقت طويل جدا. راح نشوف البروتكشن وراح نشوف هذه. راح يختفي كاهنا الارتش بريست عادي نو بروبلم نلقى ان شاء الله. راح اقول لكم كيف طريقه نلقى الارتش بريست بعد شوي. ثواني شوي وراجعت لكم. هذا البروتكشن. زي ما انتم شايفين الحين المعبد محمي، باقي الحين بس حق جاك. اوه خلينا نرجع ورا شوي. صراحة روعة ممتاز جدا. يلا خلينا نشوف. بسم الله. زي ما انتم شايفين بعد هنا ندخل على الفيتس هنا، وزي نرجع على المعبد نشوف وش الشيء هنا. في اخر شيء راح يعطينا جبل ساق، فيست اوف جبل ساق. طب يلا خلينا نشوف وش هي فيست اوف جبل ساق. جينا عند الطباخ، وهذه يحتاج لنا دراي بيريز، ويحتاج لنا الايل اللي هو خمر، والبلد ساسج. البلد ساسج سهل جدا نقدر نصنعه بالدم، بالدم اللي عطاني اياه. بس نسوي له كرافت ويصنع عادي، بس بالدم هو تقريبا هذا هو. والش اسمه والال بس يحتاج لنا الهوب، ويحتاج لنا هذه ليفز، ويحتاج لنا بروفايد واتر. بروفايد واتر نقدر نصنعه هنا في الفرن، يعني مويه عادي بس يحوله الى مويه مطهر، ونصنع لنا هذه كرافت. واخذت كل الموجود انا؟ لا اخذتوش. يلا خلينا نشوف الوجبه. يحتاج لنا البيرز، البيرز نحط بيرز عادي نجففه وبس تقريبا هذا هو. اوكي نصنع لنا فيست اوف جبل ساق. هذا سوي له كنسل كنسل. يب هذا هو قاعد يصنعه الحين. خلص شوف ايش يصير. زي ما انتم شفتوا راح المعبد وراح الكاهن. عاد اغراضنا كلها رجع لي اياها. خلينا نشيل الباقي. يلا شويات رجعت لكم. زي ما انتم شايفين لقيت الباص اخيرا رسبا، وبنيت لي مبنيين. هذا مبنى خارج البيئة يعني مو بالكلان حقتنا، وهذا في الكلان حقتنا. يلا الحين راح انادي شو اسمه الافاتار. بسم الله لازم تكونوا مكان قريبين من المكان اللي تبغون يرسبي يدمره الافاتار. اوكي اوه ايش ما في لص. هذا هو جاء. اقدر اتحكم فيه؟ شيء ما اقدر اتحكم فيه. يب اتحكم فيه. هذا انا يمين يسار. يلا خلينا نهاجم. طبعا دقيقة واحدة بس اللي
دقيقة واحدة هي اللي ضرب ضربة كبيرة. هذا قاعد مات شكله. يلا خلنا نهجم على المبنى اللي هنا. طبعا بس دقيقة واحدة وبطيء جدا ما يتحرك بالهين. بس هجوم رياح. بس يا سرعة. بس هذا هو. ما يستاهل والله. بس ذبحنا الزعيم هذا. احنا مات يعني قوة الرياح بصراحة ما هشمها. ما ادري ليش بحسنا بطيء. ما يستاهل. في ان شاء الله باذن الله راح انزل اتكلم عن زعماء ثانيين غيرهم. في كذا زعيم. في زعيم ست وفي يوغ وفي شوفوا تحت في الكومنت ولا عندكم فوق راح يبين كل بوس كل قاد منهم قوته واللي اشياء اللي تميز فيها. احسن شيء احسن قدرة لل جاكرساق اللي مميز فيه انه يقدر يهجم على اماكن مرتفعة تقريبا. عشان كذا انا رفعت هذه الاعمدة بس ماش ما نفع. يا رب تكون عجبتكم الحلقة. لا تنسوا تحطوا اللايك. اذا عندكم اسئلة او كومنت شوفوا على حسابي في تويتر او الانستغرام. انا ارد على كل الاسئلة وحتى لو كان حسابي برايفت ما ادري عندي مشكلة راح احاول احلها وراح افتحها خلي بابليك. بس راح ارد على كل رسائلكم. معكم كوشياكو فمان الله. طبعا زي ما انتم شايفين في الماب يبين في الماب المكان اللي هجم فيه الزعيم. اذا كان هجم فيه القاد راح يبين مكانه على طول في الماب. راح تعرفون انتم انه في هجمة حصلت هنا يعني. اوكي ريسنت افاتار اتاك. الاماكن اللي يوجد فيها الكاهن تقريبا هنا زي ما انتم شايفين عندي في الماب. هنا شايفين ددين في المنطقة هذه يتواجد كهنة جبل ساك. يلا بسم الله نشوف وين اماكنهم. اول شيء راح تلقونه في نفس شايفين المكان اللي هناخذ منها الرقصة البالي دانس. هذه هنا يكون في كاهن اذا هو هذا البريس العادي جبل ساك بريست عادي. مو هو ارج. بس اذا قتلتوه وانتظرتوا راح يرسب مكانه يا اما الهاي بريست او البريست الثاني الارج بريست. والثاني في المكان اللي رسب فيه المكان الثاني لقيته تقريبا هنا. نطلع فوق ويكون جنب هنا الكام فاير ذاك هناك. وبعد في مكان يكون رسمن فيه البريست تقريبا زي ما انتم شايفين فوق عند العمود هذا فيه رسمن بريست. لحظه شوي خلينا نشوف نرسمن هنا تقريبا هنا في اثنين بريست. يب هذا واحد هذا بريست وهذا بريست كلها مستوى لا هذا الهاي بريست هذا المستوى الثاني تمام. يعني المهم انكم راح تلقونهم في الاماكن هذه. راح تلقون ثلاث رسبونات اربعة رسبون. المكان اللي هناك في هناك في اثنين والمكان اللي عند البالي دانس في واحد ومكان هنا تقريبا عند الكام فاير في واحد. يا رب يكون عجبكم الشرح. لا تنسون تحطون لايك واشوفكم الحلقات الجاية. معاكم كوشياكو فمان الله. طبعا بالنسبة للأديان الثانية ان شاء الله راح انزل بأسرع وقت ممكن. شوفوا عندكم اذا راح يكون في البطاقة فوق او تحت في الكومنت. سلام.